جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. أخيراً طلع في حدا عم يحكي معي بشوية احترام بهاي الغرفة. ما بدي إياك تهتم بحكيون. مساك هدول المصاري، هن رح يفيدوك. انت شكلك اكثر انساني عاقله بهالبيت كله. بس يعني الشيء اللي كان بدك اياه وتحقق من دون ما تتعذبي كان رح يكلفك اكثر بكثير. انت لا تاكل هم شيء، رح تاخذ مصاري كثير. هذا الكلام الصحيح. فيك تقولي هلأ إنه المدام ما رح ترجع على هذا البيت مرة تانية بطول عمره. أنا رح خليها مرتاحة كتير ببيت بابو رامسي هاريا الصغير من دون أي مشاكل أبداً. أنا بنفسي رح أسهر على راحتها. بابو رام بيوعدك إنه هالشي رح يتحقق. وهلأ صار لازم روح، بس أكيد إلي رجعة مو؟ ما هي ما أنت شلون بت... لو ما أنا عملت هيك رح يروح ويقول لشيفاني الحقيقة كلها وخطتنا رح تتدمر كلها ساعتها. واضح كتير عليه هو شو كانت غايته. هو ما بتهمه أبداً شيفاني. هو إجا لهون بس مشان ياخد مصاري.